السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف راكم الإخوة الكرام؟ الأحوال ديالكم إن شاء الله تكونوا بخير والعافية. المهم كي لا أطيل عليكم وأدخل معكم في الموضوع مباشرة، أنا أريد أن أقدم لكم مليون محتوى إنجليزي مجانا لتحميلها دفعة واحدة، ولكن سوف أخبرك ببعض الأمور التي يجب عليك استخدامها للربح من هذه المحتويات أو يعني تربح منها في الموقع الخاص بي. في الأول بارك الله فيكم، أنا أخبرتكم في قناتي أنني سوف أقدم لكم في كل أسبوع 10,000 إلى 20,000 محتوى ثم تقوم بتحميلها إلى الأسبوع الثاني وهكذا وهكذا، ولكن في الحقيقة الأمر صعب لأنني كل ملف أقوم بفلترة الملفات، لربما أجد هناك بعض المواضيع مخلة للحياء، ولكن في الحقيقة الأمر متعب، تعب جدا. لهذا أنا ما يجب علي فعله الآن، سوف أقدم لكم دفعة واحدة وأن تقوم بفلترتها واحدة واحدة واختر النيتش أو المجال الذي تريد أن تعمل عليه. هناك عدد كبير جدا من المحتويات تتحدث عن الربح من الأنترنت، تتحدث على الأدسنس، تتحدث على الطبخ، على الصحة، على التدوين، تتحدث على الديكورات، على المهم على السيارات، على الدراجات، على التاريخ، أي شيء سوف تجده في هذه المحتويات اللي هي مليون محتوى في صندوق هذا الفيديو. اسمعني جيدا، هذه المقالات راه مجانية، والذي يجب عليك فعله الآن هو الذي سوف أخبرك به الآن، الطريقة التي يمكنك كسب منها المال من هذه المحتويات، وهي أنك تقوم بتغيير صيغتها إلى صيغة أخرى وتغيير العنوان كي يكون لديك محتوى حصري. ثاني شيء يمكنك ترجمتها إلى أي لغة أخرى سواء اللغة العربية أو اللغة الفرنسية واستخدامها في الموقع الخاص بك. ثالث شيء إذا كنت ذكيا تقوم بتغيير صيغتها بالطريقة الصحيحة وتقوم بإعادة بيعها في موقع خمسة أو فايفر. وأنا ما علي أخي الكريم إلا أن أقدم لك هذه الهدية، وأنت لك كامل الاختيار، إما أن تقوم بتحميلها والتعامل معها كما ذكرت، أو لا تقوم بتحميلها وهذا يبقى شأنك. وأتمنى التوفيق وأعتذر إن أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.